السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء صباح الخير كلكم جميعا، كل على حسب توقيته. اليوم هذا الحين انتظر، خلاص ما عاد بقى الا دقيقة و43 وينتهي الحدث. طبعا قبل لا ينتهي خليني اوريكم احصائياتي. المبدئي هذا النادر او اللار ما يهمني كثير، أهم شيء إني آخذ بس أدوات هذه المهارات، حتى الجوائز ولا شيء. الملحمي أول لو شاد شوي أو مطنش الأسطوري ولعب من الملحمي كان يمكن جبته، هذه الزفت ما كانت تجيني. الأسطوري هذه تعبت عجزت إني أعدلها، ما كانت تتعدل. الحين قال إن ننتظر الجوائز. كثير، هذا هو 28، 751,000. في هذا واحد من الشباب، راشد، في أسد بغداد، في واحد أنا شفته. خلاص انتهى الحدث، اسمه إيهاب. هذا إيهاب الظاهر عربي من الاسم. وانتهى الحدث، اختفى. والأبطال حقين الحدث اليوم سحبت، جاني بس بطل الشهر، هذا واحد وهذا الثاني وازلر. شوف ازلر هنا اثنين، وهنا واحد في السفينة. سوف ننتظر الجوائز. وصلت 19%. في هذه الرؤية بس مو بالحين، ما راح اشغلها، خلي بس اخلص الحدث، اخلص الجوائز. خلاص طفرنا اعصاب، طفرنا هذا بداية الحين من اليوم. شوفوا الحين انا بس خلي اتخلص الجوائز وراح اعلمكم حاجة مهمة. Guardians of Tartok.
سأتأكد من التسجيل. والله 3 نجوم احنا مطنشينهم وقالين صعب، بس ب5 نجوم ونجمع بالعط ونشوف عندهم مهارات توصل الى 15 و16 و17. قولي من وين يجيبون الناس؟ بهذلونا كله بسبب المهارات. عندي مهارات هذه مليانة بس ما بعد شغلت عليها. عندي هذه 202، كاجي اقدر ارفع. إلينا في مين؟ وين ريكارد؟ ريكارد 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 هات الجوائز. تروبس كابين وبصلتين، حلو. قناة بالعشرة قوارير، هنا ثنتين، هنا واحدة، هنا ثلاث. يلا الحين شوفوا، انا بعطيكم خلاص الحين، بعطيكم الحين الخطة المضبوطة. الحين انا بعلمكم حاجة هنا، وين نايت اوف افالون، نايت اوف افالون، هذا الحدث الشهر القادم. غاني آرثر غاني، مور أقصد مورغان
آرثر غانيفيرا. غانيفيرا بنت الكلب اللي ما كانت تجيني. هذا الحدث الحين في يوم هذه الخريطة. الحين بعلمكم كل شيء عشان تتجهزون من اليوم. هذه خريطة الحدث. اللعب أخضر وأحمر. أخضر وإيش وأحمر. والله إذا كان أحمر ولعبت نفس خطتي اللي لعبت فيها هنا فيا سلام. الحين أنا بعطيكم معلومة اللي أنا أسويها. لا وين أنا جاي هنا؟ خلاص الحين أنا تم إغلاق ملف البنفسجي هذا 70 70. هذي ميكس وهذا 70 من زمان كلهم خلصهم. عندي هذا ميكس وهذا 70. هذا خلصته 70 وهذا 70 وهذه 70 وهذا 70 وهذه 70 وهذه 70 وهذا 70. الحين تم إغلاق الملف البنفسجي خلاص حتى إشعار آخر. عندي هذه 70 عندي هذا 70 وعندي هذا ميكس 1 2 3 أربعة خمسة اللي هم الخمس نجوم الأربع نجوم هنا الأربع نجوم الميكس اللي عندي. كذا أنا جاهز. بس تعرفون وش الغلط؟ كاشرك. كاشريك راح احط بداله هذا بادي. بادي هذا راح اشتغل عليه للميكس بس الين ايش؟ الين اخلص هذا. هذا خلاص بوصل له 70 بعدين بعده بوريكم حاجة هنا. الأخضر الميكس تمام 3 وراح أضيف معهم البرش وهذه. هذه الخطة اللي راح ألعب فيها الحدث الجاي. طبعا الأماكن هنا كذا كذا راح يكون لعبي بإذن الله. لا كذا عشان إيش؟ كذا 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 لا ديزاين كذا لا لا عشان التفعيل يصير من اليسار لليمين. اعطوا البرش بادي ايفرين غريغوريان زيلاين التفعيل. هذا الخط اللي بلعب فيها الحدث الجاي ان شاء الله اللي هو حدث غاني بإذن الواحد الأحد. خلاص إغلاق الملف البنفسجي والحين فتح الملف الأخضر. عندي هذا وين البرش هذا قاعد أدمج فيه. خلاص ما بقى له شيء. 54 55 هذا بعدين أصلا بحطه بدفاعي. الدفاع بسوي كذا. هذا الدفاع الأساسي. بعدين بشيل إيفلين. دقيقة كيف عادي. بحطه في دفاعي بعدين إن شاء الله. الحين خلاص زي ما قلت لكم تم اغلاق الملف البنفسجي وافتتاح الملف الاخضر
إلى الحدث القادم تجهزه لا تمام. وعندي هذا بعد برفعه، هذا سريع وخطير. حتى ثلاث نجوم، هذا ناقصه بس دمج للميكس. كارفير وبليث أو هذا سريع، هذا برفعه بعدين. ميساوس وهذا يعني راح يصير لعبي شغلي كله على اخضر. اذا واليوم سحبت جاني هذا واحد وهذا الثاني وازلر والكوجر ما جات وبس. زي ما قلت لكم الحين خلاص اغلقوا الملف البنفسجي وابداوا العبوا وجمعوا للايش للحدث الشهر الجاي باذن الله. راح يكون ثاني يوم رمضان باذن الله، الله يبلغنا واياكم الشهر الفضيل. وشو هذا خطا طلع عليه اكس. وجهزوا خلاص، تم اغلاق الملف البنفسجي. الحين الملف الاخضر تصعيد الى ما لا نهايه. اوتسي يلا تصبحون على الف. الحين مشكله دقيقه بعلمكم حاجه، كنت بوريكم اياها من شوي. الحين عندي هذا ثلاثة أخضر ميكس، وعندي ثلاثة بنفسجي ميكس، وعندي ثلاثة أحمر ميكس. الأصفر مشكلة، ما عندي أصفر إلا اثنين. دليلة وفونك. والحين أبغى أرفع لي واحد ميكس، ماني بعارف من أختار. والله العظيم محتار. أناري، رانا، أوناتيل، البوما، مساشي، ليونايدس، ماني عارف تسوي. والله محتار شي يحير اقسم بالله. هذا الثعلب امس جاني، هذا ميكس عندي. ونفس الشي عندي الحين ازرق هذي وهذي، بس ماني بعارف من ارفع ازرق. بس سألت الشباب واقترحوا علي فريدة. عندي فريدة، عندي أجيرة، عندي رامبل، عندي أثينا، عندي آرثر، عندي ثار، عندي هذا، عندي ها. والله ما أدري من بعرف من أرفع. بس في الأخير أنا اخترت فريدة خلاص، بمكسها بإذن الواحد أحد. كسب من الواحد الأحد، أدواتها جاهزة بحيث إني أكمل الفريق الثاني. أدواتها جاهزة، عندي نصلين بس. النصلين هذول واحد أصفر واحد أزرق، بحيث إنه يصير خلاص عندي ثلاثة ميكس خمس نجوم من كل لون. بعدين أبدأ الفريق الرابع، بعدين الخامس. هذا مليان عندي. وصلتين كابين، والحين بدأ التخزين. هذه تخزين خلاص للحدث الجاي، تخزين الحدث الجاي، تخزين الحدث الجاي. هذا عندي 23،
كل تخزين الحدث القادم بإذن الواحد الأحد. وبس خلينا نشوف اللحم عندي هنا. دقيقة الأزرق راح أحتفظ فيه. خلاص 1 2 3 4 وهذا الخامس، هذه خلاص بحتفظ فيها. الأصفر 3 نجوم، 1 2 3، وهذا الرابع بحتفظ فيه. وإيش اللي جاني من شوي؟ الأخضر نجمتين، بس ما عاد في شيء. أوتسي أوتسي، يلا تصبحون على خير. وزي ما قلت لكم شغلكم يكون هالشهر على الأخضر 3 نجوم ميكس، 4 نجوم ميكس، 5 نجوم إذا تقدروا الميكس حلو، إذا ما تقدروا إلا 70 كأقل تقدير. الحدث راح يكون حقني يوم 7، لا مو بيوم 7، يوم 9، يوم 9 حدث قاني رايح يكون رابع يوم رمضان بإذن الواحد أحد. الله يبلغنا وإياكم. يلا see you.